فإذا نحن في الغرب سندخل ننتقل من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية، وهذا سيؤدي إلى شيء مهم. العالم الغربي يمر بما يسمى ريسيشن، أي انكماش، وأنا بالتالي أزعم بأن الخطوة التالية هي الانتقال إلى الكساد اللي يعرف بالإنجليزية بالديبريشن، من الريسيشن إلى الديبريشن أو من الانكماش إلى الكساد، والكساد هو أثر الأزمة الاقتصادية، لأنك عندما تقول الكساد تقول أن المصانع لن تجد من يشتري بضائعها بسبب الأزمة الاقتصادية وليس الأزمة المالية، وبالتالي ستضطر أن تسرح عمالها، ستضطر أن تفلس إلى آخره، وسينتج عنه ما يسمى الديفليشن وليس الانفليشن، وهو الأخطر. غلاء الأسعار الذي كنا نعيشه قبل بداية هذه الأزمة، ارتفاع الأسعار انتهى، الآن نحن نواجه، ولسنا هنا أقول عن العالم الخارجي، سيواجه أزمة انخفاض في الأسعار. وشفتوا بعض المؤسسات في بريطانيا كيف بدأت تبيع 50% وبأقل من سعر التكلفة وإلى آخره. هذا ما يسمى بالكساد، واللي يؤدي إلى انخفاض الأسعار عن أقل من التكلفة، وبالتالي خسارة المصنع وتوقف الإنتاج، كما حصل بصناعة السيارات أيضا، وهي بداية الأزمة الاقتصادية، وإن كان أسبابها أيضا مالية، لأن الأزمة المالية أزمة شركات السيارات الثلاثة الكبرى كلها مالية، لأن كل واحدة من ثلاث شركات أسست شركة مالية، وبدأت هذه الشركة المالية هي تصبح الممول الوحيد لكل من يشتري سيارة وكل من يفتح معرض سيارات، وبالتالي أصبحت تربح من هذا العمل، فدخلت في سوق المال وفي سوق ما يسمى المشتقات، وهي المشكلة. وأنا قلت أنه يعني إحنا لازم نتعود على كلمة جديدة اخترعت بسبب أو نتجت عن هذه الأزمة، كنا نقول مليون ثم نتكلم عن مليار أو بليون واللي هو 1,000,000,000، صرنا نحكي عن التريليون اللي هو 1,000,000,000,000، الآن في كلمة جديدة اسمها كوادريليون، الكوادريليون هو 1,000,000,000,000,000، وحجم الأزمة في المشتقات هي 500,000,000,000,000,000، يعني نصف كوادريليون، كما قال البنك اوف انترناشونال سيتلمنتس اللي هو احد مؤسسات البنك الدولي، مش من عندي الرقم، انا لا ما عنديش قدره ولا وسيله لاصل هذه الاحصائيات. البنك الانترناشونال بنك اوف انترناشونال سيتلمنت يقول بان مشكله الاوراق الماليه المشتقات الماليه حجمها ما يعادل اقل بقليل حسب تقديره نصف كوادريليون، 500,000,000,000,000,000. للمقارنة حجم اقتصاد العالم كله إذا جمعنا كل الدخول الوطنية الناشنال برودكت الجي دي بي أو الجي ان بي في كل العالم هو 60,000,000,000,000، كل دخول العالم بما فيها أمريكا هي 60,000,000,000,000، فنحن نتكلم عن رقم خيالي. هذا الرقم وهذه المشكلة، فإذا نحن أمام وضع لن يعالج لا بضخ 700 مليار ولا ب800 مليار. الحل الوحيد هو أن يتغير النظام الاقتصادي الأمريكي والغربي والعالمي. ولذلك سمعنا أول امبارح، بالتحديد أول أمس، براون يقول أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أصبحوا مؤسسات بالية out of date، حتى أستعمل تعبير ولا أتهم باستعمال كلمة أخرى، ما أحبش أستعمل اللغة الإنجليزية بس حتى أكون دقيق، قال the World Bank and the IMF are out of date، انتهت صلاحيتها أصبحت بالية، وبالتالي نحن بحاجة إلى نظام عالمي مالي جديد. وهذا الكلام قلناه كلنا، أنتوا قلتوه وأنا قلته من أكثر من سنوات. الآن أقر هذا المجتمع بأن هذا نظام يجب أن يتغير. لن نحن أمام تغيرات جيو اقتصادية عالمية هائلة وبسرعة، لأن طبيعة الأشياء الآن صارت تسمح بسرعة التغيير. ونرجع إلى تقنية المعلومات والاتصالات وما والأدوات اللي خلقها العالم الغربي هي التي سرعت في انهيار هذا النظام الاقتصادي العالمي، كما كان يقول شكسبير في مكبث، كثيرا ما نخترع أدوات تستعمل ضدنا. We often create tools that are used against us.
فهذا النظام الذي اخترع هذه الأدوات وهي مفيدة وهي عظيمة، ولكن إذا كان أنت تصرفت بطريقة خطأ ستؤدي إلى إضرار بك بطريقة سريعة. فإذا أمام هذا التغيير سنجد حالنا في عالم متعدد الأقطاب، متعدد التكتلات الاقتصادية، فمنها مثلا أنه سينتج تكتل جديد. وأنا قلت استشهدت بولفنسون يقول أن الجي 7 في خلال 10 سنوات ستصبح من التاريخ. He said they will be out of date, part of history. Sorry, the G7 in 10 years will be part of history. أي أن هذه الدول ستصبح تاريخ ندرسه. إنما سينتج قوة جديدة عظمى، وستكون منها طبعا أمريكا. يعني غبي أنا إذا دعيت بأن أمريكا ستنتهي اقتصاد، ولكنها ستكون ضمن مجموعة اقتصادية مختلفة بلاعبين جدد. وفي دراسة لإحدى المؤسسات الرسمية الأمريكية يقولوا أنه خلال 20 إلى 25 سنة هذا سيحصل، ويسموا مجموعة جديدة حتى اخترعوا لها أكرونيم، بيحبوا كثير الأكرونيمز، التعابير، الكلمات اللي تلخص، فسموها بريكس، أي B for Brazil، R for Russia، I for India، C for China، K for Korea. وهذه الدول يقولوا أنها ستصبح التكتل الاقتصادي الأهم. هذا ممكن ما كانش يخطر في بالنا في السنين السابقة، ولكنها الآن أصبحت حقيقة متوقعة ومتوقعة من الدارسين ومراكز الأبحاث الأمريكية، طبعا مراكز كثيرة أخرى غيرهم. فأنا أتكلم عن عالم متغير بسرعة كبيرة. الكلام المقصود أن نتكلم عن المنطقة العربية بالدرجة الأولى. أنا لابد من هذه كان المقدمة، وسأختصر لأني بحب أن أرد على الأسئلة، بس عم حاول أن أستفزكم لتثبتوا لي أنه أنا مخطئ. هذه الأزمة من نتائجها الإيجابية هي أثرها على العدو. وأنا إنسان قومي عربي، ولدت قومي عربي، وإن شاء الله بموت قومي عربي. أنا بقول أن أحد آثارها الرئيسية، بأن أنا تكلمت في إحدى اللقاءات التلفزيونية بأن هذا العدو اللي اسمه بسموه إسرائيل، وهو قوة احتلال وليس دولة وليس له مقاومة دولة. قلت هذا الكلام في مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن، أن الدولة لها تعريف: الحدود والدستور والمواطن. وليس هنالك عند هذا العدو لا تعريف، لا حدوده، ما فيش خارطة، ما فيش تعريف، ما فيش دستور، في قانون واحد اسمه حق العودة، وليس هنالك تعريف للمواطن. ولذلك يريدوا أن يأخذوا منا تعريف للمواطن عندما يقولوا بأنه يريدوا أن تكون دولة يهودية، فيريدوا أن نحن نعترف بالتعريف ليستعملوه، لأنه ما عندهم جرأة يقولوا أنه هذه دولة يهودية. بقول لك بدنا تعترف فينا كدولة يهودية. أنا مش مجال التحدث بالسياسة، إنما أنا أريد أن أتكلم عن الجانب الاقتصادي، وأقول أن هذه الأزمة العالمية ستضعف هذا المشروع اللي هو أنا بسميه مقاولة. يعني هذا العدو هو مقاول لمشروع غربي. ولذلك نرى، وإحنا دائما نظلم أمريكا مع أنها تستحق الظلم، بس نوع في أوروبا من اللي هي لا تقل ظلما. وأنا قلت أن أوروبا ستدفع ثمن كما دفعت أمريكا مع النازية عندما سكتت على الجرائم النازية. إن شاء الله أوروبا راح تدفع لنا 100 سنة ثمن على ما سكتت عليه من جرائم الصهيونية. وأنا تكلمت في هذا الموضوع مع الكثير من الأوروبيين، أنه يجب أن يصحوا، أنه هذه ستتكرر، غلطتهم مع النازية ستتكرر في تغطيتهم على جرائم هذه الجرائم. إنما السؤال هنا أن هذا المشروع أصبح صلاحيته قريبة على الانتهاء، لأن أصحاب المشروع هم في مشكلة نفسهم، ولم يعودوا بالقدرة الكافية لتمويل مشروع من هالنوع ضخم، وخصوصا بعد تجربة حرب غزة.